Hi, I'm Megan, and I play a mean game of Scrabble, especially timed Scrabble. It's something that I've lived. علاقة ميغان ماركل وجينيفر أنيستون إلى الواجهة من جديد، هل تنتهي الحرب الباردة بينهما؟ ألمحت وسائل إعلام أجنبية إلى أن الحرب الناعمة بين الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون ودوكاتسا ساكس ميغان ماركل أوشكت على الانتهاء خلال لقاء قريب بعد أن بدأت وأدت ميغان دوراً صغيراً في فيلم هوربل بوسز الذي قامت ببطولته أنيستون، وكانت ميغان تأمل في أن تكون صديقة أنيستون التي بالكاد أعارتها اهتماماً مما تسبب بتحطمها نفسياً، لا سيما عندما اكتشفت أنه تم اختصار دورها إلى 30 ثانية فقط. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? وأفادت ميرور بأن ميغان كانت مستاءة للغاية مما دفعها إلى الإساءة إلى الفيلم بأكمله، مؤكدة أنها ممثلة جيدة وتضاهي جينيفر بالأداء أيضا. وأفادت صحيفة ديلي ستار بأن تعليقات ميغان المسيئة وصلت إلى مسامع أنيستون، فيما أشار التقارير إلى أن التوتر بين الاثنتين يعود إلى زمن ارتباط أنيستون بالنجم براد بيت، حيث خافت من إدخال ممثلة شابة وواعدة كميغان إلى حياتهما. وقد اشترت أنيستون عقار أوبرا وينفري في بلدة مونتيسيتو الراقية، أي في نفس المنطقة التي تقيم فيها ميغان مع الأمير هاري، ودعتهما إلى مشاركتها الاحتفال بمنزلها الجديد لكونها من أشد المعجبين بهما. ولفتت المصادر إلى أن جينيفر وميغان متحمستان للقاء بعضهما ووضع حد للعداوة الطويلة، ثم بناء صداقة متينة بسبب اهتماماتهما المشتركة مثل حبهما للكلاب ورياضة اليوغا. ومن ناحية أخرى، فإن الدراما في حياة ميغان ماركل والأمير هاري لا تنتهي، وهذه المرة على ما يبدو سيخضعان للاستجواب، وذلك بسبب قضية تشهير رفعتها سامانثا ماركل شقيقة ميغان. ورفعت سامانثا ماركل دعوى ضد أختها ميغان بتهمة التشهير والأكاذيب المؤذية، وذلك بعد المقابلة التي أجرتها أوبرا وينفري مع ميغان وهاري في العام 2021. Do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got. وزعمت سامانثا بأنها تعرضت للتشهير عندما قامت ميغان بالادعاء كذبا وخبثا بأنها الطفلة الوحيدة لعائلتها. وسعت ميغان لوقف الإفادات، أي الإدلاء بشهادتها في القضية المدنية، ولكن مسعاها قوبل بالرفض من قبل القاضي، فالإفادة هي بيان رسمي للأدلة في الولايات المتحدة، يجب أن يتم أخذها من قبل شاهد أو أي طرف في القضية أمام المحكمة. وفقاً لوثائق المحكمة التي تم تقديمها يوم الجمعة الماضي، حصل إي تي بنسخته الأمريكية على نسخة منها تشير إلى أن سامانثا تقاضي ميغان بتهمة التشهير بناء على تصريحات كاذبة وخبيثة بشكل واضح صادرة عن أختها غير الشقيقة أمام جمهور عالمي، في إشارة إلى اللقاء الذي تحدثت فيه ميغان عن أختها مع أوبرا وينفري في العام 2021.